ولكن نرجع للنقطة الرئيسية. أنا يا جماعة وأسامة ناس بتتفرج على الكرة في العالم كله، لو احنا كريم فؤاد مشارك كل الدقايق دي وعامل كل الأرقام دي، وجاء المدير الفني قال أنا فلسفة اللعب ده أو الستايل اوف بلاي بتاعه مش نافع معايا ومش عايزه في المنتخب، حصلت مع نجوم كبار جدا وأسماء تاريخيين وأسماء مرعبة في كرة القدم في منتخبات كبيرة جدا، منها بطولات في كأس العالم، واحد زي بنزيما ده ما كانش بيتاخد. فده جزء فني، ولكن الجزء بقى اللي غير فني بالمره وغير محترف، وهل هو نتاج ان الراجل ما عندوش خبرات كتير جدا في التعامل في التصريحات مع اختيارات المنتخبات؟ ده وارد، ولا الراجل حد بيتكلم فعلا وبيقول له؟ ده مشكله اكبر، لان ليس من الاحترافيه، وانا ما شفتش تصريح لمدرب من زمان مدير فني لاي منتخب انه يتكلم على نادي يقول اصل النادي ده كان لا يثق في اللاعب. شيء غريب جدا واضرار عنيف بعلاقة اللاعب بالنادي. أي منطق يقول إن يكون في النوعية دي من التصريحات؟ أي منطق يقول إن في مدير فني يتدخل في علاقة خاصة تماما وهي علاقة لاعب بناديه؟ فده غير مفهوم. أما وإنك أنت لو كنت طلعت وقلت يا جماعة أنا مش مقتنع فنيا باللاعب ده ولا أبرر اختياراتي، أنت خلصت. نفسك قلت خلاص هو حر. يعني مع احترامي كريم فؤاد لعيب كبير جدا، ولكن زي ما بقول أسماء تاريخية في كرة القدم وكانت لا تنضم للمنتخبات، ولكن إنك تقول أصل الثقة في اللاعب من عدمها وتبدأ تعقد مقارنات زي اللي هنبدأ نروح لها دي، فده شيء غريب جدا غير مقبول وغير احترافي. وبحط تحتها 100 خط يا جماعه، اي حد نحن حريصين على مصلحه المنتخب، ولكن ما بحبش انا الازدواج المعايير. هو كابتن حسام البدري ما كانش مدرب للمنتخب؟ لا، كان مدرب للمنتخب، بس كل الناس كانت بتحاسبه على اختيارات وعلى تصريحات وعلى لعب وعلى كل حاجه. طب ما الراجل كان مدرب للمنتخب، هو دايما الراجل لما يبقى خواجه نبدا نتكلم اصل مدرب المنتخب، احنا بندعم المنتخب، والناس ترجع وتشوف انفعالاتنا في كاس الامم مع كل لحظه للمنتخب، دي حاجه يا جماعه بالفطره داخلنا. ولكن لما يكون في راجل بيتناول تصريحات غير احترافيه للنادي الاهلي، لا، دورنا نطلع نقول له ده تصريح غير محترف وغير مهني وغير مقبول. يعني ده دورنا هنا ان احنا نقوله، خصوصا لما نروح ونشوف الراجل اتكلم وبرر ازاي اختيار محمود علاء وعبد الله جمعه. طبعا يمكن الاثنين اولانيين، يمكن انا بصيت برضه هم عملوا قد ايه وادوا قد ايه قبل كده مع المنتخب. تيند ان كونتا تامي او كونتيست دي لزونز كي افيا دي ما سيري دي جوغادورز برا اساس بوزيسيونز. وطبعا كان متعلق الامر ببعض الاصابات اللي تمت على مستوى اللاعبين اللي بتلعب في المكان ده. كي كيز او اي كيزامز نوش ديزير اس جوغادورز كي نوش كونتامز كوم ايلز. وكانت رسالة إن أنا أقول للاعبين إن أنا بعتمد عليكم، للاعبين دول. غازون سيمبلس، بدي أفير أوتروش. طبعا. بس أشك تاين كير أون كير أوترو. مايش ولا مايش 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 كو مايز إيداد. وغوما مايش نوف. مش تاين دا سباس نا سلاسيون وي كيزامز ترانسميتير إيست. نون تو ديزير كي سيجون أون لوت جوغادورز برا إساس بوزيسيونز. إي كو نوز كيزامز تا ترانسميتير إي كو تاين كونديسيونز برا تار نا سلاسيون. أغورا ديبيند دو رينديمنت كيوز تامين تانيون. طبعا المدرب الرساله اللي بيحب يبعتها في النقطه دي ان طبعا في الظروف بتسمح ان اي لاعب يكون موجود في المنتخب، يمكن طبعا محمود علاء عشان عنده خبره وسنه قبل كده شارك مع المنتخب، ويمكن برضه مع اللاعب تاني عبد الله جمعه ان هو سنه صغير ويعتبر انضمام المنتخب برضه معناه ان احنا بنفتح باب المنتخب وان الظروف بتسمح لاي لاعب حسب ادائه انه يشارك مع المنتخب. بصوا الجمله الاخيره دي، حسب ادائه. انا مش هروح بقى لفكره سن صغير، عبد الله جمعه مش سنه صغير ابدا، يعني لاعب خد فرص والناس شافته، ولكن بتكلم على معيار كولر اللي بيقول حسب ادائه. يا جماعه روي فيتوريا، انا اسف، بيقول حسب ادائه. احنا بنتكلم يا جماعه في الدوري 15 دقيقه من 270 دقيقه عبد الله جمعه لعبهم مع نادي الزمالك. بنتكلم في افريقيا، طبعا الزمالك كان عنده دور تمهيدي نتيجه تصنيفه، فلعب دقائق اكتر من الاهلي في افريقيا. عبد الله جمعه لعب 95 دقيقة من 360 دقيقة في السوبر، اللاعب ما كانش ليه دور. فأنت بتتكلم، لو بنتكلم حسب أدائه وبنتكلم بقى مين فعلا نديم ما بيثقش فيه، قيم الأرقام وشوف إسهام اللاعب فيها، فهتعرف مين نديم ما كانش بيثق فيه. إحنا هنا مش بنتناول ده لشأن يخص عبد الله جمعه، نتمنى ليه التوفيق مع المنتخب، ده شيء ما عندناش مشكلة فيه، ولكن المعيار والمنطق
يعني روي فيتوريا في الحتتين خالف المنطق، سواء في تعقيبه على علاقه اللاعب وسواء تعقيبه على فلسفته في اختيار اللاعبين. هو ده التضارب، هو ده التناقض الغير منطقي والغير مبرر، والأسوأ فيه زي ما بقول التوجه للنادي الاهلي في علاقته باللاعب. واللي انا بكرر وبقول حاجه انا ما شفتهاش من فتره طويله جدا من اي مدرب لمنتخب. بص، هو موضوع الثقه ده كمان يعني في نقطه مهمه جدا وقع في مباراه السوبر، ويمكن تعرض لانتقادات حتى من اعلام نادي الزمالك، المدير الفني لنادي الزمالك بريرا، وقتها لما حصل اصابه لفتوح اللي بنتمنى له السلامه والعوده للمنتخب سريعا، وتم اشراك لاعب محمد سيد نيمار على حساب فتوح، وتم انتقال عمر جابر اللي هو بيلعب باك رايت ظهير ايسر، ان هو يلعب ظهير ايسر، وفي وعبد الله جمعه متواجد. فلو انت بتتكلم عن ثقه فمش كريم فؤاد اللي محتاج تتكلم وتقول مفيش ثقه بينه وبين النادي. هل لما تيجي تستبعد عبد الله جمعه في وقت من الاوقات هنسمع منك تصريح ان انا ضميت عبد الله جمعه وقت ما كان المدير الفني لا يثق فيه؟ وهنا بقى انت مش هتكون بتقول اي كلام، لان كلامك عن كريم فؤاد اثبتناه بدقائق اللعب بالمباريات اللي لعبها كامله، غاب مباراه واحده فقط لغير كريم فؤاد منذ قدومك وتوليك مسؤوليه منتخب مصر حتى نهايه الدوري. حتى في الموسم ده كريم فؤاد من افضل اللاعبين الموجودين في الموسم، مسجل في السوبر، مسجل هدفين، صانع اهداف. فمبارياته الموسم ده للبعض حتى من المحللين قال ان فريق الداخليه بالشوط الاول بيلاعب كريم فؤاد. ده معناه ان كريم فؤاد لعيب كبير جدا، لكن هو بيلاعب النادي الاهلي، ويمكن في لاعبين كتير في المباراه دي تعرضوا لعدم ما خدوش حقهم جماهيريا، واحد زي قفشه عامل مباراه كبيره جدا وعوده للاسيستات مره اخرى وضربات ثابته وتفاهم كتير بين اللاعبين. لكن موضوع كريم فؤاد مختلف تماما عن موضوع عبد الله جمعه، وحتى روي فيتوريا مختلف اصلا تماما عن روي فيتوريا. تخيلوا يعني روي فيتوريا له تصريح وقت ازمه عدم اختيار عواد، وقت الاتفاقات اللي تمت ما بين نادي الزمالك وكابتن حازم امام، وما تشكرنيش على الهوا، وخروج لاعبين من المعسكر يلعبوا مع نادي الزمالك وعودتهم والكلام ده كله، كان له مؤتمر صحفي قال في جمله هتخلينا نبقى واثقين اللي عملوا المؤتمر الاخير ده في مشكله وفي ازمه حقيقيه، يا اما على مستوى الشخصيه للمدير الفني، يا اما زي ما انا قلت في حد قاعد على ودان روي فيتوريا. نطلع نشوف التصريح ده عشان عندنا تعقيب مهم. Normalmente os jogadores cá não estão. انا طبعا المره دي يعتبر استثناء، لان انا في العادي ما بتكلمش على اي لاعب مش موجود. Ponto 1. النقطه الاولانيه. Gosto do guarda-redes do Zamalek. انا gosto معجب, do jogador. معجب باللاعب ومعجب بحارس مرمى نادي الزمالك. Ponto 2. Tinha 7/8 jogadores do Zamalek para trazer. انا كنت هجيب من نادي الزمالك او استدعي منهم تقريبا 7 أو 8 لاعبين. Ponto 3. Os 4 que eu trouxe foi porque entendi que nesta altura era aqueles que podíamos gerir em relação à equipa que temos e tendo em conta também o jogo que vai que pode existir, ainda não sei se vai existir ou não, em relação ao Zamalek. طبعا النقطه الثالثه ان انا استدعيت الاربعه دول على اساس هم الاربعه اللي ممكن يحصل بينهم يعني معهم توافق مع وجودهم معانا، وبرده نفس الوقت ما يعطلوش نادي الزمالك. يعني الراجل لما جاء يكلموه عن عواد قال دي اخر مره هتكلم فيها عن استبعاد لاعب، واعتبروا الامر ده استثناء اصبح قاعده عند روي فيتوريا. نسي اللي قاله في المؤتمر الصحفي الاول وجاي يبرر عدم اختيار كريم فؤاد، بس المره دي جود بانه يتدخل في العلاقه ما بين اللاعب والنادي. هنا انا اوجه يعني رسالتي لكابتن حازم امام بصفته المشرف على المنتخب القومي، طبعا كابتن محمد بركات مشرف على المنتخب الاولمبي. يا كابتن حازم، لو شايف في حد بيملي على روي فيتوريا حاجه معينه في اتجاه معين بلون معين، فحضرتك مسؤوليتك ان انت تقعد مع الراجل ده لانه هو مقرب جدا منك، وتقول له التصريحات دي ما يصحش تخرج من المدير الفني لمنتخب مصر. ده لو شايف ان في حد قاعد بيكلم الراجل، ولكن لو شايف ان الامر ده منطقي فاحنا هنا مش شايفينه منطقي. فالكره في ملعب المشرف على المنتخب القومي، لان مثل هذه التصريحات صدقني بتدي معطيات لنهايات كلنا مش هنكون راضيين عنها، لاننا كلنا في المقام الاول يعنينا انجازات المنتخب المصري لانها غابت بقالها فتره طويله جدا جدا جدا. لا، هو كابتن حازم محتاج ببساطه يجيب الراجل يتكلم معاه فين فكره التعامل مع الانديه بهذا الشكل، والزج بيهم في اتون هذه التصريحات مشكله كبيره جدا جدا جدا، خصوصا لو بالشكل الغير محترف ده. وان على فيتوريا ان هو يعرف حدوده
في التعامل مع الأندية، وليس معرفة حدوده، ده مصطلح مسيء، ولكن معرفة حدوده بمعنى إيه حقي عند النادي وإيه اللي مش حق ليا عند النادي أو لا يحق ليا التصريح فيه. زي ما كان اختيارات عنيفة وقاسية جدا لكيروش، هو ده نموذج لمعرفة حدوده، بمعنى كيروش كان يختار من يختار، استبعد أفشة وشريف وجمهور النادي الأهلي، عشان هنا احنا بنقول الموضوع ليس جماهيري، كان رافض وغاضب للاختيارات، ولكن كيروش كان يعرف حدوده في التعامل مع الأندية. وتعالوا نشوف التصريح ده وتفهموا منه اللي أنا بقصده كويس قوي. من أول يوم لحد آخر يوم في شغلي هنا أنا بتكلم عن لاعب واحد فقط، وعايز أقول لكم مين هو بشكل واضح جدا هذا اللاعب. The name of that player, اسم هذا اللاعب it is very simple. بسيط جدا. Egyptian team. الفريق المصري. That's منتخب المصري. ده اللاعب الوحيد فقط اللي انا اقدر اتكلم عنه، ما فيش اي اسامي تانية او لاعبين تانية. وصلت الفكرة؟ القصة كلها في الفكرة. كيروش اختار ان هو يستبعد لاعبين مهمين جدا ولهم شعبية جارفة في انديته. ولكن الراجل قال لن أعلق على اختيارات الأفراد، وفعلا على مدار مدته ما تكلمش في فكرة الأفراد، ولكن كان عنده فلسفة واضحة وهي إن أنا ما بعلقش، قال لو هعلق هعلق على لاعب واحد فقط وهو المنتخب المصري. عشان كده هذا الرجل كان يعي حدوده جيدا مع الأندية، وبالتالي بعد عن فكرة إن أنت تقدر تقول إن هو قال تصريح غير محترم. لا، عشان كده في حاجة كمان، ما كملش مع منتخب مصر واعترض على التعامل مع الاتحاد المصري لكرة القدم، وحصلت أزمات، وكان أطرافها مين؟ هما نفس الأشخاص. ما أنا بقول لك عشان كده، فالقصة كانت بالنسبة لراجل يعني واضح جدا، واخد قرارات معينة، لا يقبل التدخل في عمله، عنده شخصية قوية، ما بيكملش معانا للأسف. ونتمنى إن فيتوريا يتحلى بالشخصية القوية، ولكن الشخصية القوية مش في فكرة إن أنا أصرح تصريحات تقلل من نادي او علاقته باللاعب، لان النادي الاهلي يعرف جيدا امتى جاهز لاعب زي كريم فؤاد، عشان تشوفوه بالمنظر الاستثنائي اللي ظهر بيه، وعمر ده ما كان يحصل لو النادي الاهلي ما كانش بيثق في اللاعب. بالعكس، كل لاعب داخل النادي الاهلي كان النادي الاهلي بيثق فيه. وافتكروا من فتره قريبه هنا في نفس المكان ده اتكلمت التصريحات على ياسر ابراهيم ان موسمه مع النادي الاهلي انتهى. تخيلوا الموسم بتاع ياسر ابراهيم مع النادي الاهلي انتهى، وقلنا لكم هنا ان دي فلسفه هدفها الاضرار بمصالح النادي الاهلي، وياسر ابراهيم هيكون موجود في الملعب، وشفتوا كلكم ياسر ابراهيم، لان دايما احنا هنا بنكون سابقين بخطوه.